بعيدا عن هذا الشأن، عاود الرئيس التركي أردوغان تهديداته لأوروبا بإرسال المهاجرين إليها من جديد، وقال إن أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا، وأن أنقرة لا تستطيع تحمل مسؤولياتهم وحدها. أضاف أردوغان مهددا ألمانيا أنه إذا لم تنفذ حكومة برلين وعودها فإنها سترسل المهاجرين إليها. يتحدث عن تركيا، وتواصل تركيا لليوم الثاني كما تتابعون في هذه اللقطات على الهواء مباشرة محاولة فتح حدودها من جديد أمام اللاجئين السوريين للتوجه في موجات نزوح جديدة إلى أوروبا، حيث قامت السلطات التركية اليوم بتوفير سيارات لنقل اللاجئين إلى الحدود من الحدود السورية التركية إلى القرى المجاورة للحدود التركية مع اليونان. يأتي هذا بينما منعت عناصر حرس الحدود اليونانية مئات المهاجرين من دخول البلاد، بينما وقعت اشتباكات بين مهاجرين سوريين وقوات الأمن اليونانية عند الحدود. الصورة التي نتابعها، وكانت قد بدأت هذه الموجات منذ ساعات الصباح الأولى، حيث أعلنت اليونان أنها لن تستقبل مواطنا لاجئا واحدا من بين هذه الموجات، فيما أعلنت القوات المسلحة في بلغاريا نشرها 1000 جندي إضافي من بلغاريا على الحدود مع تركيا للحيلولة دون وصول أي لاجئ من الذين يرغب أردوغان في إفادهم إلى أوروبا. من دوسلدورف بألمانيا الأستاذ لوند حسين الكاتب الصحفي. أستاذ لوند، أهلا وسهلا بحضرتك. كيف ينظر أوروبيا وتحديدا في ألمانيا التي كانت شريكا أساسيا في الاتفاق الأوروبي التركي، كيف ينظر إلى التهديدات التي تترجم إلى خطوات حتى لو كانت خطوات محدودة؟ طبعا أستاذ أحمد، أهلا بكم وبقناة إكسترا. بصراحة أن التهديدات التركية أو استغلالها للاجئين السوريين ضد الاتحاد الأوروبي لن تجدي نفعا، ولن تنقذ أردوغان، أو لن تساهم في تمرير أجنداته ضد الأوروبيين. أردوغان منذ 2015 وهو يحاول فتح تلك الحدود للدخول إلى أوروبا، وبالتحديد بشكل خاص إلى ألمانيا. حاول كثيرا طلب مبالغ كمساعدات للاجئين السوريين، مبالغ طائلة بصراحة، لكن أعداد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا هي أرقام وهمية. تحاول تركيا بها بتلك المبالغ تمرير خططه في المنطقة، ولا سيما في البلدان العربية، وتدخله الأخير في ليبيا عبر بشكل قاطع ما كان يخطط له النظام التركي بصراحة أثناء التمثيلية الانقلابية التي نفذها الاستخبارات التركية، وخصوصا السيد هاكان فيدان الذي أشرف على تلك التمثيلية. كان الهدف منه. طيب أستاذ لوند، حضرتك أشرت إلى ما يريده أردوغان من مبالغ مالية طائلة كتلك التي نالها أو وعد بها من قبل الأوروبيين وألمانيا. هل هذه هي الغاية المتوخاة فقط من السلوك التركي الأخير المرتبط بفتح الأبواب أمام اللاجئين، ولا هناك ربما دغدغة لمشاعر الأوروبيين من أنه إن لم يتم تقديم الدعم الكافي في معارك إدلب أو في الملف السوري بأكمله عبر منطقة آمنة مثلا سيتم فتح الباب أمام اللاجئين للذهاب إلى أوروبا؟ مطلقا أردوغان لا يبغي شيء من وراء ذلك سوى توسيع سيطرته أو نفوذه في كافة المناطق، وإعادة الأمجاد أو ما كانت سابقة الإمبراطورية العثمانية، حيث أكد كما ذكرت لكم في التمثيلية الانقلابية، أكد السيد هاكان فيدان بعد التمثيلية الانقلابية أن هذا الشخص، أي أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعيد الإمبراطورية العثمانية، تدخله في القطر، في ليبيا، في مصر، في تونس، في كل تلك البقاع في سوريا. هو في مصر، لا في مصر لم يتدخل أستاذ لوند، هو في مصر فقط يكتفي ببعض الحفلات الخطابية أو البيانات التي يقدمها. تماما
طبعا طبعا هي خطوات أولى لمحاولات التدخل. باعتقادي أردوغان لو أراد أن تستقر الأوضاع أو الأمان في سوريا أو في كردستان سوريا أو ما يسمى بمناطق روجافا شمال شرق سوريا، فإن الإدارة الذاتية أبدت رغبتها أكثر من مرة بأنهم على استعداد للتنسيق والتعاون مع تركيا لتأمين الحدود، لكن النظام التركي بصراحة تلك الأمواج أو تلك الحروب التي له يد فيها ويحدثها في سوريا من أجل تدمير سوريا، تدمير سكان سوريا لزيادة اللاجئين وتوجيههم نحو أوروبا. طيب أستاذ لوند، هو عندما اجتمع وزراء الدفاع كسب المزيد من المال، نعم، وإنقاذ اقتصاده المتدهور. عندما اجتمع وزراء دفاع حلف الشمال الأطلسي وقت العملية العسكرية أو الحملة العسكرية التركية الأخيرة، كانت وزيرة الدفاع الألمانية كارين باور تقول أنه لا مشكلة لديها، لا مشكلة لدى برلين من إقامة المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة التي يريدها الرئيس التركي أو التي تريدها تركيا. ألمانيا أظهرت قدرا من التماهي حتى وإن لم يتفاعل معه الأوروبيون، لماذا تبدو مستهدفة من خطاب أردوغان؟ نعم نعم أخي، أوروبا وألمانيا تحديدا يوافقون على منطقة آمنة في الشمال السوري ليس كما يريده أردوغان. أردوغان يريد منطقة آمنة تحت إشراف المنظمات الإسلامية الراديكالية كداعش وأخواتها، النصرة وأخواتها، كلهم ما يجري في عفرين وسريكانية راس العين وجريس بيت الأبيض هي تعبير أو تجسيد دقيق لما يبطن له السيد أردوغان وميليشياته أو مرتزقته. بكل صراحة هم كانوا قبل الآن مرتزقة لغيره، الآن أصبحوا مرتزقة لديه لتنفيذ أجنداته. والسيد مصطفى سيرجي أحد قادة ميليشيات ما يسمى بالجيش الوطني أكد أننا كجيش وطني على استعداد للانتقام من أجل الجنود الأتراك، ونحن رهن إشارة كتب على التويتر، غرد على التويتر حرفيا أننا رهن إشارة السيد الرئيس رجب طيب أردوغان. عندما يخاطب أحد قادة الميليشيات الرئيس التركي بالسيد الرئيس، هذا يعني أن السيد أردوغان هو رئيسه. وهذه هي الإشكالية. كيف سيتعامل الأوروبيون مع العالقين؟ أستاذ لوند، كيف سيتعامل الأوروبيون مع العالقين الذين نتابع صورهم في هذه الأثناء؟ اليونان قالت أنها لن تقبلهم، بلغاريا قالت أن الحدود أيضا ستكون موصدة دونهم. كيف سيتعامل الأوروبيون مع حتى الواقع الإنساني الذي قد توجه اللائمة إليهم فيه؟ نعم أخي، اللاجئين في تركيا يعانون الجوع والفقر، هم يبحثون عن أي منفذ للخروج من تركيا. تركيا ضحكت عليهم من خلال تواصلي مع اللاجئين الموجودين في تركيا، عاد معظمهم من الحدود اليونانية. الكثير منهم عادوا، النسبة الكبيرة منهم عادوا وأكدوا أننا عانينا الجوع والعطش والتعب ونحن عائدون إلى بيوتنا. تلك البيوت، ما حدث في ولاية ألازيز، منطقة ألازيز من زلزال، ادعى أردوغان أنه أمن لهم كل شيء، لكنهم دخلوا الجوامع، فرشوا العراء، لا كلهم جائعون، معظمهم سوريين لاجئين. ما تعرضت لهم منطقة ألازيز من زلزال كلها أكاذيب من قبل النظام التركي. حتى المواطن التركي الآن غاضب من تدخلات أردوغان في المنطقة. كيف سيتفاعل الأوروبيون مع أمر كهذا أستاذ لوند؟ وأنا أتحدث عن موجات اللجوء التي تبدو تهدد أوروبا، لكنها في ذات الوقت قد تكشف عن واقع إنساني سيكون مؤلما للغاية إذا ما استمرت الأوضاع. تماما، أوروبا تنظر الوضع بعيون إنسانية، تحاول مساعدتهم،
ترسل مليارات الدولارات للنظام التركي من أجل تأمين حياتهم، لكن النظام التركي ما يعطيه للاجئين لا يصل إلى 10% مما يستلمه من الأوروبيين. أوروبا تحاول، هي بحاجة بصراحة أخي، أنا مقيم في ألمانيا، بحاجة إلى اليد العاملة ليس الآن، منذ مئات السنين. هي تسمى أوروبا بالقارة العجوزة، هي بحاجة إلهم، لكن ليست بالآلاف. لكن حتى الأمر أستاذ لوند لم يكن على هذا النحو، يحاول تهديدهم. الأمر لم يكن على هذا النحو حتى في قلب ألمانيا التي خسرت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل جانبا من رصيدها السياسي، فقط لأن تيارات اليمين في ألمانيا استغلت مسألة اللاجئين الذين فتحت أبواب ألمانيا أمامهم. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا من دوسلدورف بألمانيا الأستاذ لوند حسين الكاتب الصحفي منضما إلينا عبر الهاتف.